السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في الله وإني يا جماعة الخير يا الحباب، كيف الأحوال؟ اليوم 18 ديسمبر 2021 ونحن ننتظر هذا الحدث العظيم، ألا وهو نهائي كأس الكرب، اللي هو الكأس ما يعنيناش، ولكن عندما يصبح الجزائري المتمرد على هؤلاء العرب ليقول لهم نحن لسنا عربا وسنلعب نهائي كأس الكرب فوق أرضكم وأمام جمهوركم ومع فريق الذي لا يعتبر من الفرق العربية وإنما من الفرق الأمازيغية. إذن هذا الكأس هذه لروجولها يعني بالملايير الدولارات، حتى أصبحت هذه الدويلة تاع القطيرة هذه اللي صبحت يتكلم عليها العام والخاص بالإنجازات اللي دارتهم، ولكن ما عرفوش باللي هذه الدويلة هذه اللي هي كانت وراء الخراب العربي، هي التي كانت تقود الخراب العربي. ومن حسن حظنا وبركة الشهداء وبركة الشرفاء لخراب العربي ما لحقش الجزائر. باش نقصروا الكلام، هذه المؤامرة اللي داروها لنا في النصف النهائي في المقابلة نتاع قطر والجزائر، أنا نسميها مؤامرة. والله ما حبيتش نقول الكلام هذا في الفيديو السابق اللي كنت شوية منفعل لما انتصرنا على هذه الدويلة هذه، كأننا انتصرنا على من تزعم هذه الثورات تاع الخراب العربي. هنيئا لنا بهذا الانتصار على إفشال هذه المؤامرة اللي ما لحقتش لينا، ولكن خطوا لنا مؤامرة حتى في كرة القدم. ربما هذه المعلومة نمدها لكم يعلم بها بعض الجزائريين ولكن أكثريتهم لا يعلمون. هذا الزوجة نتاع الأمير اللي سموها الشيخة موزة بنانا، هذه الفاسقة وهذه العاهرة، والله كان عندي بورتاب شوية خاسر كنت رايح نعت لكم واحد الفيديوهات خطيرة جدا. هذه المرأة هذه اللي تتحكم في دولة قطر وهي داخلة تحت لواء الماسونية العالمية، هي ماسونية، إذن أمير قطر هو ماسوني. إذن هذه المؤامرة اللي صارت في النصف النهائي كانوا حابين يربحوا قطر على الجزائر بهذه المؤامرة عن طريق الحكم، ولكن إن الله يمكر والله خير الماكرين، إنهم يمكرون والله خير الماكرين. يعني الإنسان لما يكونش على نيته ويكون حيلي وخبيث متآمر باش يحقق المآرب الشخصية نتاعو، لأن الأمير كان يتفرج في اللحظات الأخيرة قبل أن يسجل الهدف. جات زوجة الأمير وضربت رجلها من ظهره وقالت له نوض، تبهدلة هذه لو كانت تزيد تقعد ونخسره، لأن الحاكم تفطن في الأخير بأن هناك مؤامرة ضد الفريق الجزائري. هذه يسموها خطوة ربانية جاية من إله، لأن الله لا يحب الظلم. راكم شفتوا الجزائريين كيفاش نفعلوا، ملايين حتى منهم في بطون أمهاتهم انفعلوا من هذه المكيدة وهذه الفاسقة اللي ربما راهي دخلت كما دخلت في أمور كثيرة في العالم في بعض المشاريع، وهي تستحوذ على أكبر كازينو في بريطانيا. هذو العرب هذو هي السيرة نتاعهم، المكر والخداع. وقلت لكم في فيديو سابق عندما يكون العرب على قيد الحياة لن تموت الخيانة، كي يموتوا العرب تموت الخيانة،
ها هو الدليل قاطع بأن هذه الدويلة أرادت لقطر أن تفوز ضد الجزائر بالتآمر. لماذا؟ لأن يوم 18 اليوم كما بديت الفيديو 18 ديسمبر 1878 تأسست هذه الدولة قطر على يد الملك نتاعهم هذا جاسم، وحابين يحتفلوا بالكأس ويدوها ويزيدوا يحتفلوا باليوم الوطني، ولكن شوفوا العرب كيفاش يدامنوا بعضهم بعض. البارح في الليل في برج القاهرة رفع العلم القطري احتفالا بهذه الذكرى تاع تأسيس دولة قطر. وانا نقول من هذا الفيديو القصير هنيئا لنا ان شاء الله بهذا الكأس، كأس الأمازيغ وليست كأس العرب، في أرض العرب، وهم ليسوا عرب وإنما هم جاهلون متعصبون لذاتهم وبقوا على عصبيتهم، وهم الذين كانوا وراء مقتل كل الصحابة. وفي المساجد هؤلاء القريشيون الجاهلون حاشا الأشراف منهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاد هذا فيبقى هؤلاء إلا أعراب أصحاب تشناقل كما يقولوا، اسمحوا لي على هذه العبارة. ونحن ننتظر أن يأتي فريقنا بكأس الأمازيغ من أرض العرب لنحتفل جميعا، ومهما تكون النتيجة لأن تونس هي كذلك منطقة شوية، منطقة شوية يعني جزائرية، لا فرق هناك بين تونس والجزائر، لا فرق بين تونس، وحتى ولو أخذتها تونس وأنا أتمنى أن تكون كأس مغاربية محضة، مغاربية محضة. ونحن ننتظر المقابلة على كل حال، وسيكون لنا كلام آخر. ونتمنى أن لا تكون هذه الشيخة موزة يعني الليلة أن تكون لها يد في إفشال هذا العرس لتنتقم من المغاربة. هذه امرأة خطيرة جدا. حتى قبل أن أختم على كل حال، علاش راني نقول لكم هذه مرت أمير قطر الماسونية هذه فيما مضى، كي قلت لكم باللي هي اللي ترأست الخراب العربي، الشيخ القرضاوي لما طلق مرته الجزائرية، طلق زوجته الجزائرية هذه اللي سموها أسماء بن قادة من المعسكر، هذه الشيخة موزة اللي هاتفت بوتفليقة دخلت وقالت له دير لها مكان عندك في مؤسسة سياسية، وراحوا دخلوها في جبهة التحرير الوطني، وهي عضوة الآن في حزب جبهة التخريب الوطني، اسمحوا لي على هذه العبارة على كل حال. وفي الأخير أقول لكم هنيئا لنا بهذه الكأس، إن فزنا بها وإن لم نفز بها وفازت بها تونس فكأنما فزنا معها، وسيحتفل التونسيون والجزائريون معا لإحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف. هذه تأتي الدماء لسالت بين الجزائريين والتوانسة. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.